الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينياشي هوري الدلكة مدحوينياشي قلمدك هرشابيل مدحوينيه هوري قلمدك مشرحينتا الليبانة وزير هذا سنة الرضا إذا ما انكس وقيب قلياشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مش أن تاجنا هاي قفكي استاجا يا جرن كر عوض فرح دقيق لي هذا هاي إن بدول عليه أه عن مان تهل كان كسو جب جب يسنو هالشيز إس أف جرد أه وأن سو قد بيني ستيتمنت جيس وحن ربا هل كان إن أقوم هاد عليو بدحوينا هالجمهورية دا فدرال كصوماليا مظن محمد عبد الله فرماجة أو رنتي يو جرب استاجي إنا سو جديه هوشان بحد له علوس إنا كنت سيد أقوه نعكسن وحن ربا سيد أقول إنا نمهد عليه فرسني قاندي سن عليدي هوشان سو فزدي أو قيب إنك سو قاتي لابد أسبوع يقدم بيس أسبوع يبرك يقدم بيس أي سو جيران حلبانو يسنا تورو شعب كسومالي دوحان لي هاي وإذين مغنى هاي نقول سيحظة ونو مهم أمني قدلك ونو مهم حرية القولك ونو مهم إن لما أنت يمكن نولانو نولو ونكسن أو مستقبل في عام له مظاهرات نبدأت وواجب وواجب دستوري أو قف كستو وصومالي وحق اللي هي وحا إذن واجب إن عد مركا مسؤول كاكا لقال شقيو سدي يقول على هاد سي أمني أو وناكسن لبنا ونقصو كذا قارن إن شاء الله سيدا استيتمنتي أما ورمرتيتك كوكورنيت واسكو أفقرنا وحي دمان هل كاسكو قرنا إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى نوحن كبرياه إنو سي وناكسن إنو أقول دمايو إنت لمنا إن شاء الله أن دحضوا حرنو شعبك صومالي دوحن كعود سنايا إن أي نقو قرب استاقان سيدي آن دور الشضان ودامين لهن نقونا دمان لهيد سحر يحلال أه وأن أغا هاي هبين ندان وأن مرغي سنيدين إن شاء الله إلهي ند حن ونغساري عاو مرغدي وحن رجينينا إنا فرحات كسي دمي سنو إنت نوغا هرتي دور الشو وواجب وين أنا أقول أن تايد مانتين إن شاء الله وينوقب سومي سا أنت لمنا وحن رجينيا ولا عليه مشرحين تا ولا عليه دولة قبل هذا أنت نجم قدر مان إن أنا قام هيسقب سنه أو أن فوز دينه عقب ذا هجرينا أنك قدومنه سي أي نوقب سومته دور الشداس أنا كان أتقاني قصيسان عاوة وحن ربا هل كان إن أوقف فائديستو دلك حالد أي كجرا أو حالد عافمات كورونا فيروس يانتن وادوان وادوان ودا مشغول سنين أو سياسة دا يمكن مشغول سنين لكن دتكي لنا عيا كباب بأين وحربا إن نعاود دي بوسو جيسنو أو أن قعمها سقف سنو أو أن قرقرنو قف كستو أن نجحنا سنايو عذر كنا أن رعنو واجباتكي نلاو صارق أو إن نكلفوجانو أفك حيرنو قعمها سكدغنو لنا تحدرو مركا ان اسو ود جيسنو وخا كلو جيرتو وان ربا ان ايدين شيغو خليي ادق ايام كو جيرنا او حدا كورونا هو هوريه وخا كو خيبي خليي جيلالك او اي بلاوان دونتو ديلا انتي واد غران كرتان تات سوماليات او مساكينا او تولوين دي دغوين كو نول او بيلا ان كو دخي دونو مادام او جيلالكي حدا ومريو خيبتي سي دخل وخان ربا ان ان اسو ود جيسنو وان غعما اس قبسنو سيدي أنا وجد بلهين حلقة جيلالك عقبت سيدي هذا كحيف تيذن وحواي حلقة ضاغط كأيها كحيف أو يذن أباهن إن عن هذا إسك كاشنو لقارة أصيدي جنو فتهذا هس أن كهرتنا هدو إله سبحانه وتعالى نائدنا وما سنتين يدين كانوا حايد الله يا هاي هبي ونكس يا رنتي نقوم هاد علنيا رئيس الوزراء يو مدحينيشة
دولة جوبلاليدا هيرشابيلا إيو جلمدوك إيو قدوميها جوبالكا أو سيدي هيرانالي كنتي دوت ميرادالا نالفوري مانتا كبحي عذر دار بحي دعاي سقال إيو توبنكي فبراية كان قرابي سلانا مال لقني أريما بدانو تاك تاك أما مبدية أو لحدنا كجري هدنا كوشين إن هوري loo dhaqaaqo oo loo socdo 19 Febraayo sax waaye dhacdo xanuun badan ay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan waxa ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badan ay jiro oo kulamada dambe uga wada hadli doono wax walba dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay banaanka soo dhigtaa marka muhiimada ay leedahay arinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax liiraado ayay banaanka soo dhigtay iyo xurriyadda siyaasadeed intaba midna hadda waa bilaawnay oo waatan mudaharaadkii iyo qaabka u dhici lahaa aan ka wada shaqeynayno wasiirka amniga saaxiibkay xundubay waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqeyn doono arintaas maadaama asaga hadda gudiga loo xilsaaray uu ka mid yahay waxaan aad iyo aad runtii aan dad badan oo u dhagtaagay shirkan intii aan soo gelin saakay midow musharaxiinta waxay shir lahaayeen qolal yiraahdo C6 Plus oo beesha caalamka ka mid ah shirkan uu bayna weydiinayeen kulankan asaga ah Soomaalida daafada dunida joogtana asaga uu bayna weydiinaysay marka annagana waxaan ku mitidnay runtii oo dhinaca kale aan uga mahad celinaynaa oo dowlad goboladeed iyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo in aan isku raacnay markii aan soo fadhiisanaba inaan ka mira dhalinno shirka runtii waana ka mira dhalinay qof kastana kaalintii ay ka qaadatay ama doorkeedii waa uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa wixii maanta ka dambeeya in horaa u socono ra'iisul wasaarahana maadaama annaga midowga musharaxiinta hadaan nahay xukuumadda aan u ogolnahay aan isku raacsanahay mandateedkeeda xilgaarsiinta iyada inay leedahay inuu horkaco howlaha inta dhiman aan isla wada dhammaystirno si dalkan ay uga dhacdo doorasho nabada la isku raacsan yahay laga raali yahay xilka iyo meertada siyaasadda Soomaaliyana sideedii aan ku soo celino ay ahaa jirtay oo ahaad inay 4 sano si nabad ay ku dhacdo marka la waxaan u mahadcelinaya intii dadaalka qayb qaadatay waana maasiin salaamu ala rasuulillahi wa ba'd ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble madaxweynihii hore madaxweynaha galmudug madaxweynihii hore galmudug xildhibaanada iyo wasiirada dhammaan baahda saxaafadda iyo inta na dhageysanaysa waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu murashaxiinta ma iloobin intaas markaan ka gudbo runtii sida mas-uuliyiinta iga horreeya ay sheegeen halkan waxaa ka dhacay wadahadal maanta laakiin sida ladiin sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dad aan muuqan marka marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkaas ka soo shaqeeyay wadahadalkan waqtiga soo socday maxay ahaato kuna soo gabagabooway bayaanka la akhriyay oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayna waa dowladnimo dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaas asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka annaga dhinaceenna haddaan nahay murashaxiintii ama midowga murashaxiinta waxaan ka hadlayna keliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku yidhaahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay bulutkar space heli karaan
هدي أي وح كقبان دولة دوحة إسمان سينا بنابح نبدات سماي كران إيه وح على وح حرير له أريمه هدول شو ينكم كم ذا هاين هشيس كي دوس مرحب وحيابي كسر لابتي سيدا سو كله وحيابه لقى هلا سيدا المغلس يوم حاكم ذا هاي سجالي تبنك فبر بالوحدة هاي لما أنا وحيابها سو لما أدرس لسوق دوي فلله الحمد لله كم هتصن وعارجيني أنا وحواي إني وده هذا الله سيس عضان لقمة رداليو dadka Soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xor ah oo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay natiijada la aqbalsan yahay hore u sii socon karta sharafna u ahaan karta dadka Soomaaliyeed meel joogan ana misanahay ilaalinta sharciga waa wax muhiim ah waxa dastuurka loo qoray oo dawladnimada la isugu yimid oo halkaas la wada fadhiyana waa taas ayaan rabnaa anaga dhinaceena inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna Ilaahay idankiisa طبعا مركي قال وحال الغيابة قف بينه ملك استاغ سد عن شجني لكن وحال اللي كروح حكم ذا إن لا يسوي ما هذا الله وهذا الله ولا جه الشيو وحمان تهل كان كده عينه وهشيس كاس أنا ربنا إنه هراء وسي صعده إلى علمت الدستور ك يحقوق ذا يحريات ك وحيابة هذول اللي ما دو كوي استاغ مركا قفك إنه مرول با dul istaago waa laga marmaan sababtoon waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyl la'aanta iyo in dhibaato dhacda keenayo waxaan aaminsanahay inay yihiin sharci oo la xareer maro marka dhamaanteen aan wada ilaalinno sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada dadka Soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxa ka jira corona waa run waxa ka jira amni darro laakin ayaguna excuse uma naqa karaan xurriyadka in la qaado excuse uma naqa karaan in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku haboon uu ka istaago qofka maanta jooga bari ma joogo qofka bari jooga bari dama ma joogo dawladnimadu sidaan ognahay waa wareegto marka anaga dhan waxaan ugu anfacaysaa sharciga inaa ilaalin maxay yeelo qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan joogina waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad u maasantina asalaamu calaykum waraxmatullaahi maanta meesha ka dhacay iyo wanaagii iyo wada hadalkii hore ayaa madaxdiiga horeysana uga faalootay uga warantay أول آدي آدم ونعكسن أيام ما أنت ماشان كقبسون تي أول بلا وآية هيد لكن أول بلا وما أكين هنتي هول ومالفي عن سوق قرتي أي وكد مالفي عن أي نسوق قرتي إن هلا شيء غير إنه وادي ميهين ووالسي ودي دونا والسي ده مستر دونا هدي اللي يرادو وحان آدي آدم وما أدعلين يا رئيس الوزراء حكومة ده مدن محمد حسين رابلة ورنتي هجامين يدلقات إيو كموجي مانتا يدبع سنان بدن وذا هذا لديني أيضو أو ظروف بدن أي دل كان مال والبا كحيريين هدنة إن لوضع هدلو أو لوضع فريستو أو لسسو دوادو في عانتهاي سيدا كومونكي كموقتين وحيابا بدن والاسكو أفقرتي وحيابا بدن والاقسي وذا هدل دونا هدفك قدن بيو أو لوضع هيكسانيين وحويا دل كان دورش إني كدعضو waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaan ku raadaa raali laga wadayay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan deganaansho siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto hadii ay leeyahay sharciyad xoog leh ay ka dambeyso ka dalato dawlad leh sharciyad xoog leh oo maxaan ku raadaa dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay hadii ay jira xanaadiyad waa aaminsanahay in laga meel dhali karo arintaas la keeni karo هدي قف والبا أو إسكحل ساره أو كعت كاده هذا الذي سيو إم عاطفة ذها يو وحيابها حلقة هذا يو مستقبلك أمطلا واي لقوم جو آمن كرو عاطفة يو قف مال الحناقة يو قفر بتانكيس يو قففر بتانكود يو محاو هاي لقوم جو آمن كرو حرجين هنا بسير كاسيا سدد ما أنت هل كان كده عينو سين موضو سيدو كله وحان آدي آدو بوغادين ايا مبدئيا ان لسلقاتي قف كستو او صومالي اه او واحترسان ايا وحقبه رأي قبه ان لدقيستو للافريستو لغا قنعيو وحا او قبو اما وحا او لربا ان لدقيلو قنعيو اي مركاس آنو كو قنع سنين لكن مجرتو ادي اللي يرادو محانكو رادا اس جوبيت اما اس قصبيت اما حوق يوم حنقرأ علاد وحكو راذن
أنت بمجرد الدلكاني وكي مدة وأي علادة يوم حانكور هذا حنفته وأي ولا لماذا استقدرنت استحقرنت سنقلاشها أي الوجرة وانكسر عن مال نهاري هذا نوكسر عن مال دون هذه اللي يراد وحمر والبا ناقرا دستور كأن لنا شروع الدلك إلى ذا وحي مركا أن آدوا عدين أما كما كان دستور كنا وذا هذا وذا حاجود يسقنعن وذا أقر إن لغو جهيو أي أيضنا مبدأ محوى الرسمي لسلنا وذا أقر يعني هذا اللي يرادو أيضو اللي إلالين يدستور كي شروع الدلك كجرتا أيضو اللي إلالين يدمان وحي حقوق أو أي شروع لاس يدستور كي بحينا يعني هدانه ظروفها جراهي مرول بتحقلين تود أي ليين وانا اللي تحقلين دونا هذا اللي يرادو مركلة وحنوهم بليين يا دمان مذحدي مسؤولين تمانتا هل كان مدد دار ساعدها دار وذا فديي أو ذا هذا الكجري حنتك الصوماليات وشيء فرحت يوناك عاوة قصة حذانه هدي قال لي أنت دمنا وحرجيننا إن السدوا كانوا قصة دمسترنتو أو معلم بدن أو قروح بدن أي نصوص عذانا هدي قال لي رأي إلهي إلى كيس مركلة هم بليان لها دتك الصوماليات ملك سجوجات آدي هذا يوم سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدب دولار أو كلية هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم